عصام بولد واخد في ماتش ميكاني. الحمد لله قاعد يخدم على روحه، الحمد لله وكها ان شاء الله واحد يكمل هكا ومزال يتحسن، زاد صغير ومزال يتحسن ان شاء الله الخدمه تجيب كما يقول ان شاء الله. 19 سنه توا 21 سنه مازال كعملت باه تبارك الله. عصام نتصور توا في بقعه تبقى تقدم في الليزمك تعطيه ومو في لونترينمون في لي ماتش ميكوري قاعد تلعب فيه. ذيك كما تعرف ذول من صغتي كيكا يعني كل اي بوست يعني نلعب ريدرو نلعب بولي فالون يعني فهمتني نلعب كل كي لونترينور يقول لي في البوست هذيك ما يقلقنيش يعني نلعب وما يقلقنيش عادي حتى اي في اي بوست نلعب لازم نعطي الما عندي وكاو باش نرجع نروح السينيور في عمق الاولين كيف تحس في روحك؟ والله كما تعرف الناس الكل عاملين روشي تبي للسيوكي. كيفاش عشتوا العام هذاك؟ بون الناس ما عندهاش ديتاي برشا على كيفاش. صحيح من الاول لقيت شوي صعوبات بصراحه ما نكذبش عليك مانيش مستانس ماك تعرف اول ما نزلت صغير واول عام عندي في السونيور خرجت فيه بري يعني اقلمت شويه من الاول ما كنتش سافا من بعد الحمد لله واحد بديت ناخذ يعني في الافكار نتاعهم وبديت نستوعب في الماتشات وكورت عاوني من ناحيه الماتشات يعني الماتشات البريسك كل كورتهم يعني في البوست نتاعي ولا دو ميدروا كورت يعني الحمد لله واحد جاب ربي خرج ورجع لجامعته اللي كان يعني من صغر بشيح للملبس المريول في السنيور ان شاء الله. ربي معك عايشك. 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 سلام.